مراكز يعني ذات مستوى عالي دولي عالي جدا جدا جدا. كانوا لي مينوط على طبيبة قالت له خرج عليا راهي مالاد غراف. قلت لك نصير نقول لك ندير فيك السبيطار هذا كوما جات هذه كاميرا نقول لك الافسد قولها لهم بتامن. انا ندي فاميليا للسبيطار كي نكون داخل انا نمرض في بلاصتو. يحوسوا يكسروا الصحه العموميه. والله قاعد خلصوها. لا يزال المواطن الجزائري يفتقد لأدنى حقوقه في العلاج بالمستشفيات العمومية، حيث أصبحت أوضاع المستشفيات يرثى لحالها بسبب تردي خدماتها نتيجة سوء تسيير وقلة الإمكانيات وإهمال المسؤولين، ليبقى المريض يدفع فاتورة ذلك. هي صور التقطت للأسف من واقع مستشفياتنا، لا ضمير مهني أو إنساني من قبل الأطباء أو الممرضين والقائمين على المستشفى. صور تعبر عن واقع يعيشه المواطن يومياً، اكتظاظ، همجية وسوء تسيير. استعجالتنا إذن مريضة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذها من هذا الواقع المزري. مشاهد مؤسفة في بلد يتوفر على كل الإمكانيات التي تفتقدها بلدان أخرى. دشنا مستشفى في تيبازا ونورم انترناسيونال، باش ما نقولش باللي إليا إيو دو ليكزاجيراسيون، كاين فيه زيادة في كثير من الأشياء. نتكلم على العتاد وعلى التجهيزات، عندنا تجهيزات اللي راهي موجوده في الجزائر وماهيش موجوده في اوروبا. وانا نتحمل المسؤوليه نتاع هذا الكلام هذا، واللي حب يشوف يجي يتفضل نبعثوه يروح يشوف. عندكم هنا في باب الواد في لا راديولوجي، عندكم المعالجه نتاع الكونسير واللي راح نرجعوا ليه فيما بعد، الالات اللي راهو يتعالجوا بها المواطنين، بعض الالات الكبيره تكلمنا على الخواص قبل حين، عندكم في تيزي وزو، عندكم هنا في لا نوفيل فيل في سيدي عبد الله مراكز يعني ذات مستوى عالي دولي عالي جدا جدا جدا. ربما لا نجد هذا الا ممكن في دوله او دولتين في العالم، اقول ممكن امريكا وممكن بعض دوله او دولتين خارج امريكا. تردي الخدمات الصحية المقدمة على مستوى بعض المراكز الصحية والمحاباة والمحسوبية حسب الذين التقيناهم جعل البعض يتنقلون إلى عيادات جوارية رغما عنهم لتلقي العلاج بسبب نقص الإمكانيات للتكفل بجميع الحالات. اخترانا داتاني باش جوز سكانر، بعتوها باش جوز سكانر ونيرجونس، حبطنا باش نجوزوا لها سكانر، قالنا يا ودي ماوش يمشي. كي بعد شفت واحد صاحبي يخدم في السبيطار عاود انا حبط انا جوز لها، شغل ما فهمت والو، واو ولا يمشي هذا ما كانت يعني تحير. ديجا كي نكون رايح للسبيطار نروح فوق القلب، ديجا غير كيما صرات لي ليا، ديت المراه الديسبونسير تاع ديال ابراهيم، ديسبونسير ديال ابراهيم واش بعتوها؟ بعتوها لهذاك تاع شوفالي، تاع شوفالي. دخلت من 8 حتى 2 باش خرجت بالحاره باش يديروا لها راديو، انت تميز راديو تاع نص نهار، راديو امو بالاقل بالاقل ان كاردور 20 مينوت بالاقل، سوسو لا 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 بالاقل ان كاردور. انت راح بابك ملي تروح 8:30 ولا حتى 2 تماتيك عطلوا في لي رونديفو في كل هكذا، ولازم معرفه وكل حاجه راك تعرف. كوم هنايا سي لوبيتال الاول على جاي في الشرق، سي لوبيتال دو ليست. عندنا بزاف الحالات دي فوا ما نقدروش نتكفلوا بهم، نقلوهم الى المستشفى مصفى باشا ولا مستشفى باب الواد الى اخره. كاينين اللي يشدوهم وكاينين اللي ما يشدوهمش، عادوا يوليو لينا نشوفوا لهم اماكن هكذا اكوتي وبليجي نتكفلوا بهم حتى ينعالجوهم الى اخره ويروحوا للدار ان شاء الله سالمين.
تقول له باريزوم تقول له جيت باش نبدل باسمون يقول لك باسمون ما عندناش. بون باريزوم تقول له ودي اللي راه الكول عندي جرح ديال اللي يقول لك ما عندناش. راه من الامكانيات ما كاين. شوف حنا في السبيطار توانا قلت لك الله يجعل الخير ما كاين والو. ديجا عندي عمي على كل الحمد لله راه لاباس عليه. تعرفوا شنو انت في رايك دير اوبيراسيون، انت في رايك اوبيراسيون ما يقدرش يديرها هنا في الجزائر، علاش تيروح الاردن باش يديرها؟ علاش تيروح الخارج باش يديرها؟ هناك الوزارة الصحه سخرت نفس الامكانيات اللي عطاتهم الاستعجالات الطبيه الجراحه تاع مصطفى باشا، نفس الامكانيات اللي مدتهم المايو بارني الزميرلي كذا. الناس ما تفهمش هكذا، يجوا من 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 اقصى يعني الولايه ويجوا من ولايات واحد اخرين، بالنسبه لهم هناك يوجد يعني علاج اسمه نقولوا احنا سبيسيال على خارج عن نطاق يعني العقل. وانا نقول لهم راكم غالطين، الكثير من هاد الناس هادو يوصلوا لنا في حاله خطيره، يوصلوا لنا في الكثير من الاحيان يوصلوا لنا ميتين كما المثال تاع اليوم، مريض اصبح يبعثوها من برقي لهنايا وصلت ميته، الوغ في برقي عندهم الانعاش، في زمير اللي كاين الانعاش. شوف يعني المسافه طويله، الناس ما تفهمش هذا الشيء هذا. تقربنا من مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش لتوضيح ذلك. عدد المرضى يعني اللي راهم يتقدموا لهنا يا سي، العدد راه في تزايد، راه في تزايد. رانا نتمناو انه الضغط ينقص يعني شوية على الأوبيتال، وهذا الضغط هذايا عندنا يعني تخصصات اللي تم إخراجها من المستشفى. وكنا نود أن نعطي عينة أخرى من مؤسساتنا الاستشفائية، حيث اتصلنا بخلية الإعلام لمستشفى محمد لمين دباغين مايو سابقا بباب الواد، غير أن محاولتنا بأت بالفشل رغم حيازتنا على ترخيص من وزارة الصحة، ورغم إلحاحنا للمكلفة بخلية الاتصال إلا أنها لم تعترف لا بالترخيص ولا بالخدمة العمومية التي نقدمها للمشاهد الكريم. أنا مدام نصيرة، شكون معك؟ جورناليست تاع نوميديا اللي عيطت لك من قبل. وين؟ ربي يحفظك، حنا دوك الروبورتاج تاعنا دون دو جور، تما لازم نخدمو، ما كاش كيفاش تتصلي مع تشوفي لنا كيفاش باش نجيو نصورو. تا واش الاستعجالات لوبيتال. قلتك سي با بوسيبل مسيو، قلتك سي با بوسيبل. علاش ما كاش؟ ما كاشها، اني ابسونت. انا دخل مش تدخل سيرفيس بلا ما تكون على بالها. بس عندنا نوتوريزاسيون من عند الوزاره، نورمالمون عندكم الدوبل كاع. ما عنديش، ما شفتنيش، ما لحقنيش. اي تحبين نفاكسيلك الترخيص من الوزاره وشوفيه. ما عنديش هكذا ترخيص، بصح انا جو با، شوف انا يا صالا فيديو شوف سيرفيس، ما نقدرش جو با انترفيني. لو كان ما يعطينيش لو اوكي ما نقدرش نقول لك ايه. كاين بزاف في وحده اخرى. انت ما تقدوش ديباسي الوزاره، الوزاره راهي عطاتني لوتوريزاسيون، نقدر نجيب لا ما نعيط لك. انا شغل حبيت نتعامل معك نورمال، شغل نجي ديريكت. اصلا انت باغي اعطيني وقت نخدم فيه شي الفاكس ونعاود نعيط لك. اعطيني الوقت. اوكي. فرقة نوميديا تي في انتقلت في جولة ليلية عبر عدة مؤسسات استشفائية لتنقل لكم أجواء مناوبة الطاقم الطبي، فكانت المفاجأة. ربي يشافيك يا اخي، شوف له الطبيب. مدام دقيقة، شوفي. انا بانيش هو قال لي عيط للطبيب. شوفوا ميدسان. ما عندهم يستمر ساعة.
انا دابا كنبداو تما سبيطاليزي لي جان طوان هاد مش حد ربي شافيه مسكين فما عاونو ربي تقدر دير له والو يتقيا ويتقيا تقيا الدم ايه يستوبا يستوبا جراح كاين بزاف منهم على بالي يتقيا ما قدر دير له والو شوفوا كيفاش مسكين نتأسف عن هذه المشاهد، لكنها حقيقة صادفتنا بإحدى المستشفيات. كاشو طبيب؟ كيفاش هذا الطبيب ما كاش وما جاش؟ ساعة ساعة لا أنا من اللي جيت؟ يخلي البيرو تاعهم هكذايا والمرضى خلاهم يتعذبوا. احنا ماتوا يحبوا البلاد هذه ماتوا ما لا نستنى فيه وراها الطبيب اللي يجوز لهنا كاش الدر هادوك تاش الدر كاشون اش قالنا ساعة دوك نولي ما فهمت يا عندنا الشوا احنا نستناو هو الدكتور هذا اللي هنايا وراه الطبيب اللي هنا اسمح لي كاش وانت واش راك مريض واش راك مريض واش راك مريض واش راك مريض هنا عندي ربي يشافيك ان شاء الله جاهز
جاهز. الازدحام، الفوضى وانعدام النظافة مشاكل تزيد من معاناة المرضى، وقد تحولت بعض العيادات إلى فضاءات مفتوحة على أنين المرضى وانتقادات أهلهم. ندخل 220 قبل 230 مثلا والو نورمال مع التمويل الناس بالتيكيات. الام تاعنا حتى انا هبطنا للسبيطار في الخويا داروا لي مينوت على قريبه قالت له خرج عليا راهي مالاد غراف فهمت باسكو ما يبغوش الصح السبيطار هذا تعذل السبيطار هذا كوما جات هذه كاميرا نقول لك واحد العفسه تقولها لهم بتامن المنكر في السبيطار هذا اباك شي صرات دخلت انا ما دروكا للسبيطار دخلت للطبيبه قالت لي انت ما تهدرش كاع معايا ايه قالت لي انت ما تهدرش معايا فاهم ولاك باغي نروح ندخل للطبيبه ايه هذا موش سبيطار السبيطار هذا تاع بن عميش انا دخلت ما دروكا دخلت استروحي بلي مينوت خويا باغي يدوني البوليسيه انا كي ندي واحد للسبيطار سواء فاميليا سواء براني سواء اي واحد انا ندي فاميليا للسبيطار كي نكون داخل انا نمرض في بلاصتو علاه تلمو ديغولاس هذه حاجه الاولى بون تهضر معاه فيرملي ما يقيمكش. صور اخرى تم رصدها تبرز معاناه الاطباء والعنف الممارس عليهم من قبل بعض المرضى من سب وشتم وتكسير للمعدات وصولا في بعض الاحيان الى التهديد بالسلاح الابيض الأمر الذي يزيد من تدني الخدمات الصحية المقدمة. هذا الضغط هذا أصبح يعني سبب لنا مشاكل كبار من ناحية الأغريسيفيتي دونك الناس أصبحت يعني كيم تستنى بزاف وتعيا ومنا الأمر يدور علينا كما البارح مثلا واحد العشية في الليل في الساعة 8 تاع الليل الإنسان ما قدرش يستنى بزاف ماشي باش ينحي حوايجه ويضرب روحه مثلا بالسكين. لو بوكس اللي كنت فيه هنا نشوف المريض كانوا دخلوا عليا زوج مرات مرات تعبانين منها واحدة تعبانة بزاف واحدة شوية نشوف فيها حتى التقليق تاع الباب ونحلوا الباب هذه كاين مرة اونيرجونس خليت المريض هذه ورحت من هيك لقيت المريض عادي شوية اضطرابات نفسية وهذيك قلت له عادي هذه أنا قلت له عادي وهذه وأنا مسبقا كانوا أغريسيف لي بارون تاعو هذو زوج دي جون سي دي جون هذه ومن بعد ولا في الكلام العيب ولا في كلام الهضره تاع هذه كل ما يصير له نقول لك وندير فيك وندير فيك او واش كاينس طبعا هذه ومن بعد بداو في طياح الكلام اللي ما عندوش قيمه هذيك مزيه كانوا ثم كانوا ناس وجاو معهم ناس يعني اللي حماوني باسكو عاودوا يضربوني من بعد عاودوا خرجوا وعاودوا بعد رجعوا ثاني داروا ثم الشعب يتحمل المسؤوليه والدوله تحمل المسؤوليه شكون اللي يخدم في المستشفى خويا وخوك وعمي وعمك ولا هادو ما يديروا المعرفه هادو ما يديروا محسوبيه هادو ما يديروا كلش وكذلك يأثر على المريض حيت المريض كي ما يستناش ولا الطبيب كيكون عيا بزاف ربما هناك تكون هضره تاع واحد يكون عيان يقدر يزلق بكلمه ولا يقول له استنى ولا والمريض كذلك ما يحبش يستنى يحب دائما يتخيلنا احنا دي روبو ولا ما على باليش كيفاش لازم نهضروا معاه دائما بالعقل ما نعياوش لا هذه ما كاش منها الله واش يوقع في هذه الحاله هذه يوقع دي ديسبيوت يوقع مشاجره والكثير من الاحيان هناك الأطباء والممرضين يضربون وكثير من الأحيان قتلوا ماتوا يعني عرفوا كاع الحكايات تاع الأطباء اللي قتلوهم وهذه
بس هذا الامر هذا مو معروف، وتعرفوا الوزاره وتعرفوا الدوله وتعرفوا كمان. قد يجد الطبيب نفسه امام مأزق لمعالجه هذه الحالات بهكذا سلوكات، الامر الذي يصعب تقديم احسن الخدمات للمريض. ترى ما هي الحلول الناجعه التي يجب اتخاذها؟ اصبحنا متعرضين للخطورات تاع الناس اللي يضربوا لا دروغ، تاع الناس اللي يديروا لي زيغوي، يضربوا كاع لي كاليتي دو دروغ سون طون الجزائر دروك خلاص. دونك بعد ما يجي، بعد ما يكون مضروب مني، ربما يقتل يقتلوه ولا يضربوه ولا يدير اكسيدون. احنا ما كناش يعني سبب تاع هذه المشكله. يجي للمريض هذا بعد ما الى مات قدرنا نسلكوه سلكناه مرحبا، الى ما سلكناش يا اخي العزيز سي لا فان دو موند. السيرفيس تاعنا المصلحه تاعنا راحت، يكسروا الماتيريال يديروا ما يديروا، في بعض الاحيان يضربوا الحراس تاعنا، يضربوا الشرطه، يضربوا. اليوم احنا مطالبين، احنا هذه المشكله ظاهره يعني عالميه مش غير الجزائر، احنا مطالبين يعني باش نكونوا كما المستوى العالمي كذلك، ننظموا احنا في هذه الجهه هذه. انا طلبت شحال من خطره للوزاره كذا باش نحلوا مركز الشرطه لداخل الاستعجالات. لا ما كاش مشكل، نقدروا يعني باش تكون يعني يكون نكونوا مأمنين يا حبيبي العزيز. قيام بزياره لمختلف المؤسسات التابعة للمؤسسة العمومية الصحية الجوارية درقانة برج الكيفان لتفقد العيادات، كاين باب زوار، سان جوي، ليباناني ومحمدية، لإخراج يعني هاد التخصصات هذه و يعني نقصوا الضغط على مستوى المستشفى. فمديم الشعب لازم يعذرهم يا حليل عليهم. درك انت يا درك تقعد هنا تشوف كل دقيقه يجيبوا واحد مرض مزيان لسبيطار كبير، لو كان صغير يخليهم من تمك ويجي الاخر يشوف واحد قراب عليه يحوس يدخل قبل منه. وراح نقوم يعني بحمله تحسيسيه سواء على مستوى لي شان دو تيليفزيون ولا لا راديو لوكال او موا بور سونسيبيليزي لي جون. يعني فيما يتعلق بالاستعجالات الطبية، يعني فيما يتعلق لنوفو بلوك، هذا الجناح الجديد المخصص للاستعجالات الطبية الجراحية راح يساعدنا بزاف بإذن الله. راح نفتحوه يعني في هذه الأشهر القريبة إن شاء الله. إلا يتي ديجا إيكيبي الحمد لله، مام لو سكانار إلا يتي ديجا إنستالي ميون سيرفيس. ما زالت يعني جملة من الإجراءات رانا معاها بإذن الله نفتحوه يعني في الأشهر القريبة القادمة، لأنه راح يخفف الضغط على المستوى المستشفى. خلق آليات تنظيمية وميكانيزمات عملية وتغيير الذهنيات التي ما زالت قابعة في عقول الفاعلين في الحقل الصحي أصبح أمراً ضرورياً. فمثلاً أولوية التكفل بالمريض الأكثر تضرراً. واحد من الضرور بزاف يسبقوا فيه، يديروا له كاع الوسائل، يطلعوا حتى البلوك يكون ضرر، ويكون عنده غير الصالون يقدر لازم يبعثوا يدير راديو يبعثوا. هذه هي بصح، كي يكون واحد لا غالب عليه قلاف يطلعوا البلوك. ميم هما يتبعوا الاولويات، ميم هما، وهذه هي اللي تعرف الدين ديالنا. ويؤثرون على انفسهم نورمالمون. حنا قال يا خو هذا وقرف عليا خليه يجوز، نورمالمون حنا هكذا نعيشوا، نروحوا نوليوا للدين ديالنا. المريض بعد الفحص الى اخره ولا يطلب عمليه جراحيه، البلوك اوبيراتوار راهو اكوتي دي زيرجونس، يدير العمليه ومن بعد يتنقل الى السيرفيس كونسيرني، يدير لي سوا ويخرج ان شاء الله بخير ان شاء الله. وكان استعجالات طبيه نتكفلوا بلي زازماتيك، لي كارديوبات، لي زيبرتوندو. نقدر نقول لك يعني عندنا امكانيات كبيره، عندنا نظام هائل، عندنا اطارات شابه، عندنا اطباء لاباس بهم، ولكن كي توصل في الـ في الـ في عد ما يكونش عندي تنظيم، ما تكونش يعني هناك يعني امور منظمه، ما يقعد لا الطبيب المنيح ولا الممرض المنيح، يعني كل انسان يعيا. اليوم احنا مطالبين يعني باش التلفزيون واش راكم ديروا انتم، ما يقدر يعني يوصل رساله لهاد الناس هذو،
أن جميع المصالح، جميع المستشفيات، جميع كما حنا نقولوا البوليكلينيك هما عندهم الكفاءة وعندهم القدرة باش يعملوا كما حنا نعملوا، ما كان حتى حاجة. بالرغم من الأغلفة المالية المرصودة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة الصحية، إلا أن الخدمات لا زالت بعيدة عن تطلعات المواطن. وسؤال اليوم لوزير الصحة عبد الملك بوضياف، هل يعقل مثل هذا العبث بصحة المواطن؟ وأين منزلة الإنسان في صحته ببلادنا مقارنة بالحيوان في بلاد غيرنا؟ وحتى نكون همزة وصل بين المواطن والمسؤول الأول عن القطاع ولا نظلم أحد، فالطبيب والمريض وجميع العمال يعانون الضغط المفروض في كثير من الأحيان. فهل هذه المشاهد ستجدي نفعاً لإخراج المنظومة الصحية من الإنعاش؟ لا ندري، لكن الأكيد أن المشكلة ليست في الإمكانيات وإنما في الصرامة والتسيير، وتلك هي المعضلة.